الإسلام دين ودولة، شريعة وعقيدة، هذه عقيدة أهل الإسلام. فإذا قيل إنما نريد شريعة الرحمن فإن هذا يعني أننا نريد القرآن، أننا نريد سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، ليس نريدها لتقطع رقاب أو لتبتر أيد أو ليتحول هذا المجتمع إلى مشوهين، وإنما نريدها لسعادة الدنيا قبل الآخرة. نريد